ان الاداره تقدر تراقب الاقسام الساحه لي فيستير لي تيرا من جميع النقاط حتى اذا كانت ليكسبونسيون هنايا هنا ويجي الباب من هنا المراحل كذلك كما المراحل الصحيه تبارك الله عليك عام قالوا لي عام باش توجد المقاول وعدنا بقلب عام الدخول المدرسي المقبل ان شاء الله لانه محتاجين يعني كاين حاجه هو وعدنا بقلب قال لك انا نقدر الى ما كان شي مشكل جوج في 8 من بعد منين تسكن سميتو ثلاثه قبل من الدخول المدرسي ثلاثه الافواج في 8 خوفويد حنا معاك لي زوتوريزاسيون كاينين كلشي كاين
بسم الله مجراها ومرساها. تخيل درناه بقى لنا غير الحاجه اللي هي سهله انت غتمشي هذا نمشيو مع الجماعه دابا انا شريت هو تقريبا تي 100 متر كاري ديال الضلاج ماشي شي حاجه اللي هي كثيره ان شاء الله بالنسبه للشكل الهندسي هو هذاك يعني الشكل المرتقب في الاول راه هو اللي نفذنا يعني غادي تشوفوا ان هذه الصوره كانت قبليه واحتفظنا بها باش حتى حنا تيبقى لينا في الارشيف ديالي اليوتيوب كلها عملتوها كامله تحت يعني كان فيها تحتيات المياه ديال الشمس حتى كبير لا كان كبير بالنسبه لي دوش هذه بالنسبه لي دوش لان بعض المرات حتى البومبه ديال البيت يعني المشاريع اللي خدمت فيهم البومبه يعني بحال تيقول الفلاح طلعت الماء فابور يعني حتى الماء كيجبدوا بالطاقه الشمسيه دابا حنا الطاقه الشمسيه عندنا بالنسبه لي دوش يعني ان لي بروجيكتور ديال الملعب لا ما كاينش دابا ايوا واللي بغى يلعب الليل غادي يطلب حنا دابا كاين الراي اللي جاي هو انه غادي يدير غازون ارتيفيسيال يعني الا دخلنا في هذا المشروع ديال غازون ارتيفيسيال غادي نزيد حتى لي بروجي الدوله دروك كتمول ما
61 فين ما جونيسي سبور الجامعه كتمول راه درت الجامعه ماشي عام لعب الفترة دار 61 ملعب في المغرب 61 ملعب اللي دار في شحال دار في الجزائر دار بزاف انا دار ديال ديال جوج ديال اكادير ديال غير التيره خصنا حتى هاد المدن هاد اللي فيها الناس بزاف دونك ندخلوا حتى هذا نطلبوا هاكا حنا ندعموكم باش دونك ما يقدروش يلعبوا في الليل غير ظلام الحال خصو شي يتفرج دونك عندكم 6 كورلومون كورلومون ولا كان لا كان بروجيكتور هم اللي يبداو الاشغال ديال الغازو راه ديك الساعه ان شاء الله الغازو غادي كيما كتشوفوا هذا الشيء 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 هذا ال
نشوف انا مع الرجاء الى هي ربعه مع الرجاء تعطيني لي كاركتيرستيك انا تبارك الله هذا مش طويل، هذا تسعونا، هذا تسعونا،
كنت مع السيده الرئيسه غنديروا واحد المشروع مندمج نعاونكم باش يتصنعوا هذا صافي سيري خلصت عليك انا نطلع عليك فالله عليك وهذا شنو هو هذا بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار احتفالات بعيد الاستقلال المجيد تتشرف السيدة والي صاحب الجلالة بجهة سوس لاسة عامل عمالة أكاديمية دو كنان على عملية توزيع القوارب على المتضررين في المد من المد البحري الذي شهدته شواطئ المملكة بتاريخ 7 يناير 2014، وسيتم تسليم 10 من جوازات الأمان على المهني الآتية أسماؤه. كم سعيد؟ على أساس توزيع الباقي في هذا المساء اليوم. على أساس توزيع الباقي اليوم. على أساس توزيع باقي القوارب اليوم. هذا المساء. سيد الفكاك سعيد. تفضل. هذا هو الوحيد اللي باش السيد سوسو محمد. السيد أبي دار محمد. محمد أبي
السيد السيدة فاطمة الضيفي كتنوب على الزوج ديالها. سعيد وسلام، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك بالتوفيق. السيد ابراهيم بول العزاوي. السيد الرئيس عبد القادر أمركسا. السيد بيباس محمد. السيد محمد وسع. السيد إبراهيم عاش. السيد أحرش إبراهيم. رشيد. بارك الله عليكم بالتوفيق إن شاء الله. كيان رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعملة أكادية دار سنان. هاد جوج المشاريع تي المشروع الأول ديال الدراكة في الجامعة القروية الدراكة اللي هي حسبناها محي شبه حضاري للمكتب اللي استفدت في إطار برنامج محرك الإقصاء الاجتماعي الوسط الحضاري، واللي كان هاد الملاعب يجزو في إطار واحد الشراكة ما بين الجماعة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجمعية التويزي اللي هي معروفة واللي تتخدم واحد الخدمة اللي التنمية من شحال هذه من عام وهي خدامة فيها. إذا هذا المشروع هو مشروع طاح بمليون و700 ألف درهم، والمبادرة شاركت ب 800 ألف درهم، والجماعة 900 ألف، والجمعية أعطت العقار الأرض علاش مبني هذا المنشأة والتسيير. هذا المشروع بطبيعة الحال الهدف ديال المبادرة هو داك الدراري ما يبقاوش في الزنقات يلعبوا في الزنقات. هذا كاين دابا واحد الحمد لله واحد الملاعب اللي غادي يمكن لهم يفجروا داك الطاقات ديالهم وتكون ترجع بالنفع لا على الآباء والأمهات ولا على التلاميذ، حيت كل ما الرياضة كتبقى الكرة هي داك التنفس اللي الواحد تيسقل حتى الذاكرة ديالو. وهذا تنتمناو على الله إن شاء الله يستافدوا الكثير، الجماعة كلها تستافد ككل، ويكونوا ملاعب أخرى إن شاء الله، ولما لا يكون شراكات كبيرة إن شاء الله وتكون مدينة أكادير كلها في المستوى اللي تيطلع لها سيدنا بالمبادرة والكرم وإعادة الكرامة لهذ الأطفال وهذ الأمهات والآباء. بالنسبة للمشروع الثاني هو مشروع اللي كاين في المنطقة ديال أغرود في الحي ديال أغرود من سكاو اللي تا هو حي مستهدف بالمبادرة في 2006-2010 و2011-2015. هذا الحي هذا الملعب الملاعب جاو بناء على واحد التشخيص تشاركي مع الساكنة اللي عبروا على الحاجيات ديالهم، من الحاجيات والأولويات ديالهم كانوا هما هاد الملاعب الرياضية. إذا كاين واحد الساحة كبيرة اللي دار فيها واحد الملعب كبير اللي كانت تتكون مصلى ديال الأعياد، وحنايا غديناها ملاعب وأمام طاقة غادي تكون مصلى باش الواحد يمكن له لا الاطفال ولا الشباب يتنفسوا تمايا، وفي المصلى راه في الاعياد راه غادي تصلح حتى هي المصلى. مشروع التكلفه الاجماليه ديالو 5 مليون درهم، المبادره ساهمت ب 4 مليون و 500 الف، الجماعه ساهمت ب 500 الف، وطبيعه الحال بالعقار. شكرا، الله يعطيكم.